كيف أصبح تنظيم القاعدة بعد قتل أبرز قادتها؟ وهل قعدت القاعدة وتبعثرت هذه الورقة من محاربة أمريكا إلى محاربة الأنظمة العربية ومحاربة المخالفين المذهبيين؟ ما سر الاضطراب في مسلكية القاعدة؟ هل ستصمد القاعدة بعد مقتل أيمن الظواهر في أفغانستان؟ وما هي ملامح القاعدة في المستقبل؟ القاعدة بعد موت الظواهر، عنوان برنامج ألف لام ميم، يأتيكم الجمعة الساعة 9 مساء بتوقيت القدس الشريف.